شوف نبدأ بسم الله. شوف راه كاين بطاقات او البطاقات ياك، شنو غادي دير انت؟ انا غادي نختار لك بطاقه وانت كيما نضل غمض عينك وتسي تخرج كاع الحروف تاع هذه الكلمه وتكتبها بالترتيب تم، ومن بعد تقول لي التشكيل الصحيح. طيب ومن بعد نكتبوها هنا، طيب كتبوها في الكراس. هاي بسم الله، غمض عينك اطلع. هاي يا الله، شوف شو نخيطوا لك. عطرا نجيب الساعه، روح حوس. تلقى قول بس حفلة. ها دبر راسك، انا خاطيني. انا قلت لك ما نعاونكش، متاكد 100%؟ هذه الشيء، هذه الطا، هذه ها، شتا الغالب عارف. حوس على الطعام، غمض عينيك، خليهم خليهم هاي، هاي حوس على الطعام، ورا هالطعام، شوف ان الحرف اللي ما تعرفهاش وقعد مغمضة تحليش، انا وخرها على جهة حتى تلقى الحرف اللي اكبر. خليهم خليهم هذا خلاص. هيا رتبهم. ايوه اي
هل جاء هم لك؟ حافل هم أيوة شكر عطرة هي كسرة بس يكون طمر. يعطيك الصحة. هاي عارف محمد بنفسجي عاود عاود في راسك الكلمة. أنا قاعد مغمض عليها تحل. على واش راك تحوس مش نحل؟ بصح الحروف قال لي تلقاهم تاع بنفسجي ديهم. أيوا الباء والنا والسا والجا هادو كاع ما تديهم. أيوا اللي تلقى الحرف دير. مشي تحوس غير على حرف كاع حتى تلقاهم بعد تحوس على حرف الزوج. اي عاود غمض عينك حوس وش لقيت؟ حوس شو باقي لك؟ ولي يقوم تيجاش؟ غمض عيني قلت لك على تحل عيني بنفس جي اسمع في المكان اليوم سوي جواب الخير ايوه برافو اي او اشكلهم لك بنفسجي بالفضل الغاثة بالفضل الغاثة استفدت حوار بنفسجي مليحة